اوزان اتركني، لك قلت لك اتركني، بس اتركني. فايزة لا تجنيني، اركبي بالسيارة بقى. انت مريض هلأ، روق شوي ماشي. مو على اساس بتحبيني؟ قلتي انك بتحبيني، شو تغير؟ شو تغير؟ كله كان كذب؟ كل شي كذب. انا ما قلت لك هيك شي ابدا، انت كنت عم تتخيل. روق شوي. قلت لك يلا اركبي بالسيارة. اركبي اركبي. يا بضاي روق شوي، شبك؟ مين انت كمان؟ ليش عم تتدخل؟ انا المجنون تبع الحارة وبتدخل بكل شي. انت منيحه يا انسة؟ ليكون في بيناتكم شي، لا تكوني خنتيني مع هاد. بعدين شو هالمنظر هاد؟ شي بيقرس. يا استاذ لو سمحت اهدى، اوزان انت كمان اهدى. ليكولك باين انه جلدك عم يحكك هلا، بس انا مالي فاضي لك. اركب بسيارتك وروح من الحاره يلا. اهدى شوي، لا تتخانقوا. راح اعدلك للعشره إذا حملت حالك ورحت من هون، ما راح أعمل لك شي، عم تفهم؟ أنتوا من إمتى مع بعضكم؟ قلي. الأمانة. أوزان اتركني، لك قلت لك اتركني، بس اتركني. فايزة لا تجنيني، اركبي بالسيارة بقى. انت مريض هلأ، روق شوي ماشي. مو على اساس بتحبيني؟ قلتي انك بتحبيني، شو تغير؟ شو تغير؟ كله كان كذب؟ كل شي كذب. انا ما قلت لك هيك شي ابدا، انت كنت عم تتخيل. روق شوي. قلت لك يلا اركبي بالسيارة. اركبي اركبي. يا بضاي روق شوي، شبك؟ مين انت كمان؟ ليش عم تتدخل؟ انا المجنون تبع الحارة وبتدخل بكل شي. انت منيحه يا انسة؟ ليكون في بيناتكم شي، لا تكوني خنتيني مع هاد. بعدين شو هالمنظر هاد؟ شي بيقرس. يا استاذ لو سمحت اهدى، اوزان انت كمان اهدى. ليكولك باين انه جلدك عم يحكك هلا، بس انا مالي فاضي لك. اركب بسيارتك وروح من الحاره يلا. اهدى شوي، لا تتخانقوا. راح اعدلك للعشره إذا حملت حالك ورحت من هون، ما راح أعمل لك شي، عم تفهم؟ أنتوا من إمتى مع بعضكم؟ قلي. الأمانة جاي لعندكم، انتبهوا. طيب ماشي، جاهزين، بلشوا يلا. الكل يدير باله شوي ورح يوصلوا لهون. يلا روح من هون يلا يلا. اوعك تضايق مرة تانية. ليش هو مو انا؟ ما حدا بيحبك مثلي انا، فهماني؟ ما في حدا. انت الي وما رح تكوني الا الي، فهمتي؟ خلاص بقى روح من هون، انا بورجيكن. يلا انتي منيحه؟ هلا انا احسن، بتشكرك. شبه هذا مريض شي؟ اي نعم، هو جد مريض. مبين عليه. لا حضرتك فهمتني غلط، هو عن جد مريض، مريضي انا يعني. كيف يعني مريض فيكي؟ بمعنى انه معجب فيكي كثير، ما هيك؟ لا لا، انا دكتوره وهو كان مريضي وكنت انا عم عالجه، ومفكر انه انا واقع بغرامه، وقبل منا كان يفكر انه نحن مخطوبين. مع الاسف وضعه مو منيح. جاكيتك انخزق. هذا بسببي انا. لا لا مو مشكله. حضرتك شرطي؟ هيك شيء بالعمليات الخاصه. لا تاخذيني اذا عملته باسوء من غير ما اعرف انه مريضك، ما رح يزعجك، ما هيك؟ لا، هو خاف من حضرتك وما بقى يزعجني لفتره. انا اسمي فايزه بالمناسبه. وانا عاكف. الحمد لله على سلامتك، أنا لازم أمشي هلأ.
عاكف بيك؟ أنا بتشكرك من قلبي. شوف، افتح شوفه. هات لشوف. حلو، مو هيك؟ ايه، رائع. ديروا بالكم ليكن وصلوا. انتبهوا، رح اعرض عليها الزواج، ان شاء الله توافق علي. والله من التوتر ايدي عم يرشفوا. اصحاب، الله يوفقك، مبروك. تسلم. شوفي انتبه يا اخي، منشر الدولاب. في ارهابيين، طلع سلاحك فورا، عجل عجل بسرعه. عم ننسرق. وضع طارئ، وضع طارئ، تعرضنا لعملية السرقة، ساعدونا الجماعة مسلحين. افتح الباب ولك. افتحوا الباب بالحسنى، وإلا ما نترككم عايشين. إذا ما فتحتوه بندخل. افتحوا الباب. ليك راح عد لثلاثة. واحد. طيب يلا افتح الباب. يلا يلا ولاد. يلا شو نعمل؟ انزل لتحت، انزل لك. يلا انزل، انزل، تحرك. نسيب تمام؟ تمام تمام. لتحت. حرامية. شو عم تعمل؟ وقف لك، روق شوي. تمام فهمنا، بكفي بكفي. قلت لك اهدى شوي. لك قلنا لك ما بدي دم، روق شوي، فهمت؟ لا تحرك، تعال هيك لشوف. تعال تعال بعد هيك تحرك. لك انت شو عملت؟ روح لشوف، روح روح. يلا يا الله يا الله، ساعدنا، لا تتركنا بايدين هالظالمين. دخيلك ساعدنا. استعجل شوي. يلا يلا ساعدون. شو في بيدك ولا؟ انا ولا شيء. هات ايدك لالا. قلت لك ما في شيء بعد عني. اعطيني، اتركني. هات لالا ولا. محمد نسيب، لك قلت لك اهدى شوي. محمد انت قتلته، بتحب تلحقه كمان؟ ها الشرطة، وصلت الشرطة. جيب الزلمة وتعال، جيب الزلمة وتعال. يلا قوم يلا قدامي العلة. يلا تحرك، لك يلا تحركوا. نداء إلى كافة الوحدات، هجوم مسلح. فوت لجوا ولك.
هجوم على طريق أورهان القديم، مطلوب الدعم على الفور، مطلوب الدعم على الفور. سيبو. حاضر. هدول كم واحد بتعرف؟ شي أربعة. أربعة ولا 14 ما بتفرق معي، خلينا نهجم. يلا رح نهجم رجب، رح نهجم. صبور شوي. كارلوس. حاضر. لاقي لي مكان منيح. ماشي، حاضر أخي. في مدنيين شي؟ لا، بس يمكن معهم رهينة. يا شباب، يا شباب، انتوا تراجعوا هلا. يلا تراجعوا. يلا شباب، يلا نهجم. يلا يلا. لك ليش ما عم تقوص هون؟ ليش وقفت؟ قوص هون. وصلوا العمليات الخاصة، هلا انتهينا. العمليات؟ ماشي، رح نهرب. قبل ما اقتل واحد منهم ماني متحرك. خذوا لك يا شرطة يا كلاب. في واحد منهم حطيته براسي اخي، ما حد يقرب منه. لك ارجع ارجع. شفته يا رجب، شفته. كارلوس، شو وضعك اللي؟ خد راحتك أخي عكيف. عكيف، عكيف دير بالك. يا واطي، لك لوين هربان؟ شو عم تعمل؟ لك قابل، شو عم تعمل؟ تعال هون، هدول العمليات. عطوني خرطوش. وقف، هدول العمليات، فهم؟ إذا هن العمليات أنا كمان ماني قليل. عم قلك عطيني خرطوش. اهدى شوي، لوين مفكر حالك رايح؟ لك اتركني. وقف نسيب، نسيب لا تروح. نسيب، نسيب أخي، نسيب. أحمد،
روحوا جيبوا السواتر. علم سيدي. ماشي، جيبوا السواتر. إصابة منيحة إليف. أنا داخل إم هالوسخات، خلونا نخلص عليهم. رح نتقدم يا شباب، يلا ديروا بالكون. الله يلعن حظي، من وين طلعوا كل هدول هلا؟ يا كارلوس، قنبلة ديروا بالكون، قنبلة. هالقنابل اليدوية مانا عملية، بدك تطالعها بعدين تسحب الإبرة وبعدين تزتها. روح من وشي هلأ. ها. الله يلعنكم. كم واحد ضل؟ ما بعرف، يمكن اثنين او ثلاثة. اخي لزيم، انتقامنا. لا تنسى، لا تشفق على حدا. سمعت؟ لا تقلق اخي، عندي، صدقني رح يكون انتقام دموي على الآخر. تعال هون ولا تعال، انزل، تحرك. ولك ولك لا تحوس. لا تعوصوا، سمعتوه؟ لا تعوصوا. أنا في معي رهينة هون، لا تعوصوا. أوصوا بيته بأرضه. هذا الناقص، ماسك رهينة كمان. كارلوس، كارلوس، الرؤية عندك واضحة؟ لا أخي عاكف، عم بيحاولوا يعملوا شيء بس ما بعرف شو هو. شو رح نساوي هلأ؟ لك أنا بلشت معدتي تتشنج، ما بحب اللي بيحجزوا رهائن. مجبورين ننتظر، ما حيقدر يهرب لأي مكان. اصحى خالد، تفكروا تقوصوا. ها انت، لا تقرب ابدا، خليك عندك. يلا يلا تحركوا، بس ديروا بالكم. هلا الرؤية واضحة عندي. قوس عاكف، اصحى كارلوس، معه رهينة. انتظر مني اشارة، رجع على السيارة هلا. لوين رايحين هدول؟ عم يهربوا، استعجلوا على السيارات فورا، استعجلوا. يلا 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 بسرعة. يلا يلا، خذ هذا لشوف. أخي ما فينا نهرب، خلينا نسلم حالنا. لك حمار أنت، شو